السلام عليكم ومرحبا بكم في أول تمرين من درس ليزون ميكانيك بروغريسيف. تمرين أول لو فيغور أو لا فيغور سي تي سو ريبريزونت لا سبيد إن كورد لانستان تي 1 إيكال 4.5 سكوند. سي توند إتيل لونجيتودينال أو ترانسفيرسال جيستيفي. هذا هو أول سؤال غنجاوبو عليه. إذا بالنسبة للسؤال اللي كيطرح بهذا الشكل هذا راه ديجا كاين في الكور مع جيستيفيكاسيون ديالو. إذا غادي نحاول نجاوبو عليه. دونك باش نجاوبو عليه خصنا نكونو فاهمين شنو هي لونجيتودينال، واش من وقت كتكون لوند ترانسفيرسال. لونجيتودينال لورسك لا ديريكسيون دو بيرتيرباسيون اي لا ديريكسيون دو بروباغاسيون سون باراليل. اما الا كان لا ديريكسيون دو بروباغاسيون اي لا ديريكسيون دو بيرتيرباسيون سون بيربونديكولير كنقولو ترانسفيرسال. نشوفو الحالة اللي كاينة عندنا حنايا هنا. الموجة بدات هنا وديزو كطلع، اذا فين غادية؟ غادية الفوق. اذا لو سونس دو بيرتيرباسيون هو هذا، هذا هو اتجاه التشوه، هذا المستقيم الرأسي لو فيرتيكال. وفين الموجة فين غادية دابا؟ لو سونس دو ولا لا ديريكسيون دو بروباغاسيون. راه نقدروا نقولوا لو سونس، نقدروا نقولوا لا ديريكسيون، بجوج يعطيونا جيستيفيكاسيون. الموجة كانت جاية من اس وغادية في هذا الاتجاه، هذا غادي في هذا الاتجاه هكذا. اذا كنلاحظوا بان لو سون لا ديريكسيون دو بيرتيرباسيون اي لا ديريكسيون دو بروباغاسيون سون perpendiculaire. Et donc, le mot que j'ai dit est une onde transversale. Est une onde transversale. Et donc, je vais vous dire maintenant. Voilà. Et donc, je vais vous dire l'onde transversale à ma telle. Donc, cette onde I transversale transversale car la direction de perturbation et la direction de propagation perpendiculaire. Et voilà d'avoir un job à obtenir. Donc maintenant, cette onde est transversale car la direction de perturbation et la direction de propagation sont perpendiculaires. Namoro, il a sous elle atteint. السؤال الثاني ماذا يقول؟ دونك نمسحو هاد الشيء هذا باش يبقى عندنا سباس. ننمر الى السؤال الثاني. كالكيلي لا سيفيريتي دو لوند لو لونغ دو لا كورد. لا سيفيريتي هي لا فيتيس. لا سيفيريتي هي لا فيتيس، يعني غنحسبو لا فيتيس. ولا فيتيس كنعرفوها الا بغينا نحسبوها، كنحسبوها بعلاقه وحده اللي معروفه بحكم اننا ما عندنا لا طونسيون لا والو، يعني نحسبو العلاقه الاعتيادية اللي هي V est égal à la distance على delta لا delta T بكل بساطة. ونشوف احنا بغينا لا فيتيس، اذا D و delta T خصنا نلقاوهم اما من مكتوبين في المعطيات اما نجبدوهم من الشكل. احنا خصنا نقلبوا عليهم لان لا فيتيس هي اللي مطلوبة في السؤال. شوفوا D، D نشوفو واش كاينه. دونك باش نلقاو تي خصنا نحسبو دلتا تي هي الاولى. دونك شنو كيقولو لنا في الاول؟ لا فيغور سي دو سو ريبريزونت لا سبيد دو لا كورد ا لانستون تي ان ايت ايغال ا 4.5 سكوند. بمعنى هنا في هاد اللحظه هادي في النقطه ام، لان الموجه وصلت هنايا، لان هذا هو لو فروندونت. لو فروندونت هو اللي كنحسبو، لان الموجه بدات اصلا من هنا. هاد النقطه هي اللي كانت في الاول في اس وجات توصلت هنايا دابا ولات سميتها ام. اذا في هذه اللحظه هذه هي تي تي واحد. اوكي هذه هي تي واحد، وهنا طبيعه الحال راه تي زيرو اللي كتساوي زيرو يلاه بدات. دونك هنا في تي واحد 4.5 سكوند. اذا ها هي تي لقيناها، او دلتا تي تي ان موان تي زيرو هي 4.5 سكوند. لا ديستونس، لا ديستونس غنشوفو هنايا. اذا حنا بشحال كنزيدو من درجه لدرجه؟ كنزيدو بواحد 0 1 2 3 4 5 6 7
8 9 هنا غنحبسو اذا عندنا 9 9 شنو 9 متر لان عندنا هنا اكس بي المتر خصنا دائما نردو البال لهاد الامور هادي اوكي اذا نجاوبو على السؤال الثاني اذا دوزيام كيستيون بغينا لا فيتيس دير قيناها من الشكل ودير قيناها من خلال المعطيات اذا عندنا دي est égal 9 mètres ou delta t de série t1 moins t0 de série 4.5 secondes. Ainsi que شنو كنعرفو حنا كنعرفو بلي V est égal à D sur delta T application numérique V tout ça oui on remplace D par sa valeur 9 mètres divisé par delta T qui est égal à 4,5 secondes voilà l'application numérique je vais vous parler en situat M et S لكن ماشي مشكل تلقى إجابة صحيحة كنعرفو بأن التسعود هي 4.5 في جوج إذن غادي نختزلو 4.5 4.5 غتبقى لينا 2 بقات لينا الفوق المتر ولتحت السكوند إذا المتر باغ سكوند لأن هادي هي لينيتي انترناسيونال ديال لافيتيس كون كانو عندنا دي زينيتي أخرين هنا من غير السكوند خصني نحول السكوند كون كانت هنا من غير المتر خصني نحول للمتر لكن التمرين جا مزيان دونك يعني في لي زينيتي انترناسيونال ما نحتاجوش نديرو حتى شي كونفيرسيون اون باس على تخوازيام كيستيون ديدوير لا دوري دو ديفورماسيون لا اوكي باش نلقاو لا دوري نمسحو هادشي اللي كاين هنا اوكي اذا نمسحو كلشي ناخدو واحد كولور اخر دونك ناخدو مثلا لو نوار Voilà. إذن هنا لا دوري دو ديفورماسيون هنا بغينا المدة ديال التشوه شنو التشوه هو هذا هو هذا الموجه هادي منين بدات وفين سالات إذن خصني نعرف باش نلقى لا دوري خصني نلقاها بالعلاقة ديال لا فيتيس لأن هي اللي فيها المدة الزمنية دونك حنا كنعرفو بأن في كتساوي دي سيغ دلتا تي بغينا لا ديغي يعني بغينا دلتا تي يعني بغينا دلتا تي تساوي شحال غتساوي دلتا تي كاينين تلاميذ باقي تلقاو مشكل في هاد التحويلات هادي واش في على دي ولا دي على في ولا شنو غادي يدير بحال هاد الامور هادو ما خصناش كنلقاو فيهم مشكل لكن بالنسبه للتلاميذ اللي باقي كيلقاو مشكل في هاد العلاقات هادو كاين واحد الحل بسيط غادي تكتب شي ارقام اللي انت عارفهم تكتبهم بهاد الصيغه هادي مثلا غادي نديرو 3 تساوي 6 على 2 6 على 2 اذا بغينا دلتا تي يعني بغينا رقم 2 واش 2 في النظر هو 6 في 3 لا 6 في 3 18 3 على 6 لا ما يمكنش دير الا عدد صغير على العدد الكبير غيكون واحد العدد اللي فيه يعني فيه الفصيله ثاني حاجه ماشي يعطيك 2 لكن باش نلقى جوج هي 6 مقسومه على 3 اذا الا بغينا دلتا تي هي دي مقسومه على
على V هي D مقسومة على V. لكن انت في الامتحان راه بعض المرات الا غلطتي في هذه ممكن تحتاجها في اسئله اخرين ما خصكش تغلط. ممكن دير بحال هذه وتحسب كالكيلاتريس تاع تلقى على خاطرك بغيتي جوج واش هي 6 3 جربها في كالكيل ما خدماتش ليك. جرب 3 على 6 ماشي هي جوج، اذا 6 على 3 عطاتك جوج، اذا غادي دير دي على في هي دلتا تي. اذا بغينا دلتا تي اذا خصني نلقى دي ونلقى في. بالنسبه للفي راه هي لا فيتيس اللي حسبنا ديال اللوند هي نيت اللي لقيناها هنايا في هذا السؤال هذا. اذا في كاين عندنا شنو بقى خاصنا؟ بقى خاصنا دي. اذا هي المسافه من هنا حتى لهنا. حنا بشحال كنزيدو من درجه لدرجه؟ كنزيدو بواحد. اذا عندنا واحد جوج، اذا المسافه اللي كاينه من هنا حتى لهنا هي دو دو شنو دو متر. دائما خاصنا نرد البال لي زينيت دو متر تو سامبلومون. اذا نجو نجاوبو على السؤال رقم ثلاثة هنايا. لا كيستيون 3 اذا كاين عندي في حنا بغينا لا ديوري. دونك عندنا دي شحال كتساوي؟ تساوي 2 متر. وكاين تي اولا في V تساوي هيا V ديجا كاين عندنا هنا 2 متر بار سكوند. بار سكوند اي انسي كو شنو تنعرفو؟ حنا كنعرفو العلاقة اللي تنعرفو هي دونك نكتبو انسي V est égal T sur delta T. Ouais, où d'où d'où delta T les qu'on parle de A il y a T là D là V. Ok. T à la V et application numérique. Application numérique. Delta T. Tu sais oui. T هي قلنا 2 متر على V اللي هي 2 متر بار سكوند. المتر غتمشي مع المتر وغتبقى لنا سكوند. دونك تيكال 1 سكوند. ومزيان واحد تم اللي يجاوب على السؤال اللي يشوف انا كنقلب على دلتا تي يعني خصها تخرج بالسكوند اجابه صحيحه، باش حتى الا غلطتي وخرجت لك شي وحده اخرى كيبان لك بان كاين واحد التناقض يمكن لك تصحح. ماشي غير كتجاوب وكتدوز، لان بحال انا حسبنا لا فيتيس خرجت لنا بالمتر بار سكوند، راه لا فيتيس بالمتر بار سكوند مزيان، ولا بالكيلومتر بار اور حتى هي صحيحه. هنا دلتا تي ان سكوند يعني مده زمنيه، الا خرجت بالمينيت سكوند لو ولا حتى الجور ولا لو موا ولا لاني كيبقى الجواب صحيح. فقط كتبقى مساله ديال التحويل الى الوحده العالميه. إذا نتمنى تكونوا فهمتوا هذا الشيء ونتمنى لكم التوفيق ونلتقي.